أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم، منصر ولدهم، مقتدى مقتدى مقتدى. يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصر. لا يزال الكلام في الفصل الثاني عشر، بيع الثمار والخضر والزرع. وصلنا إلى مسألة 356. قال السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: الخضر كالخيار والباذنجان والبطيخ ونحوها لا يجوز بيعها قبل ظهورها. نفس القاعدة، قبل أن تظهر وتبرز وتبين بعد ما يجوز بيعها على الأحواض، ويجوز بيعها بعد، يعني بعد الظهور ماكو إشكال، بعد ما تظهر يجوز. يجي هذا الفلاح يقيم هاي المزرعة مال البطيخ مال الرقي مال الخيار مال البامية مال كذا ويشتريها، ماكو إشكال. زين، مع المشاهدة طبعا، لأن هو ما يقدر يوزن، لا هو يقيم، هو يعرف، هو صاحب اختصاص فيقيم ويشتري بعد. زين، هو مو يوزن ويشتري. قال: لقطة واحدة، يعني حوشة مرة واحدة. احنا مو هنا نقول حوشة، ها، لمرة واحدة يتفق هو وياه، يتفق. احسنتم. كم مرة انه تحوشة هاي؟ واضح؟ مرة مرتين، طبعا مرتين سعر اغلى، لان هاي تطلع مرتين ثلاثة مو مرة واحدة. قال: لقطة واحدة او لقطات، والمرجع في تعيين لقطة. شلون نعرف انه هاي حوشة واحدة وهاي حوشتين وهاي؟ شلون نعرف هاي لقطة واحدة هاي لقطات هاي لقطتين؟ يقول صاحب الاختصاص هو يحدد، الفلاح نفسه هو يحدد. والمرجع في تعيين اللقطة إلى عرف الزراع، نفسهم الفلاحية الفلح هم يحددون. قال: لو كانت الخضر مستورة، أكو خضر بالأرض مثل بوتيتي، مثل مثلا شنو عندنا، الشلغم، الجزر، أي هاي الأنواع. زين، فيجوز بيع أخوها مو ظاهرة. شلون تعرفها هاي ظاهرة حتى يجوز بيعها، أو مو ظاهرة حتى ما يجوز بيعها؟ يقول هو صاحب الاختصاص من خلال مواصفات معينة يعلم ويطمئن بأن هناك خضروات مستورة بالأرض. هو مو احنا نعرف، هو صاحب الاختصاص إذا تيقن أن هناك مجموعة من الثمار أو الخضروات مستورة بالأرض يشتري. هاي بحكم الظاهر. قال: لو كانت الخضر مستورة في الأرض كالشلغم والجزر ونحوها فالظاهر جواز بيعها، جواز بيعها أيضا بعد التأكد. شوف، من حصولها، لأن التأكد من حصولها بمنزلة ظهورها. بعد مسألة 358: إذا كانت الخضر مما يجز، يقطع، الجز هو القطع. هاي شوف الخضرة، الجد، الكرافس، الكراث، هذني نقطعهن ورجعن، واضح؟ يرجع النمو فيها من جديد، نقطعهن ورجعن مرتين ثلاثة أربعة خمسة مستمر. فجاي يحكي السيد الشهيد عن هذا النوع. هو هذا نفسه، نعم نفسه، من شنو قاوم الكتاب احنا حكينا. قال: اذا كانت الخضر مما يجز، يعني يقطع، كالكراث والنعناع واللفت، ها، شلغم، لا شلغم، لا شلغم، اي نعم شلغم صحيح، اللفت والشلغم يذكرها، لأنه الشلغم مرة يبيع الخضار مالته، هاي تطلع الورق استفادوا، مرة يبيع الجذر اللي موجود بالأرض. أي قال: ونحوها، نحو الجذ هم يجز،
لأن هذا يستفيد من عدة الحيوانات، يستفاد من الحيوان يعني مع بقاء جذورها في الأرض. نعم، يجوز بيعها بعد ظهورها جزة أو جزات، يعني قطعة واحدة، قطفة واحدة أو قطفات متعددة، ولا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوض. الآن هو نشر هاي البذور بالأرض أريد يبيعها، نقول له لا بعد ما ظهر ما يجوز إلا أن تظهر. هذا ليه؟ شنو السبب؟ لأن بيعها يستلزم الغرار والجهل، ما يعرف إيش قد. أي هذا السبب، مو إحنا القاعدة اللي أخذناها سابقا قال ولا بعد جزها مباشرة. شنو ولا بعد؟ يعني ولا يجوز بيعها بعد قطعها مباشرة، لا بد تظهر، لا بد تنمو حتى يعرف قيم، يعرف شلون يشتريها بالمشاهدة. قال بحيث لم يظهر الزائد والمرجع. شلون نعرف هاي قطعة أو قطعتيا جزة أو جزاء؟ شلون نعرفها؟ نفس القاعدة السابقة، إلى عرف الزراع، والمرجع في تعيين الجزء إلى عرف الزراع كما سبق. وكذا الحكم فيما يخرط كورق الحناء، يخرطون خرط هذا من الشجرة، والتوت تكي، تكي هذا أيضا، هذا بعد ما يحاول الغصن يخرطه هيك يسحبه فيجمع بماعون كذا يطلع مرة ثانية، فهي بيع خرطة أو خرطات، يعني مرة أو مرات. فإنه يجوز بيعه بعد ظهوره، نفس الكلام، خرطة واحدة أو خرطات إذا تعددت المرات المشروطة في البيع للقطات الخضر. لقطات شنو قلنا؟ جزة أو جزات، أو جزات الخضر أو خرطات الورق. زين، فلا بد من تحديد عددها، لا بد. المعاملة بدون تحديد ما تصير، يعني قل أنا أشتري من عندك هذه الخضر جزة واحدة، يعني أحوشها مرة واحدة، أقطعها أحشها مرة واحدة، أو لا مرتين ثلاثة، طبعا السعر يختلف. نعم نعم نعم، مسألة 306 المسألة السابقة واضحة جدا، يعني أريد يقول سيدي الشهيد، يقول لابد أن نحدد نوعية الشراء. هل أننا نشتري هذه الخضر لجزها مرة واحدة، يعني قطعها نحوشها مرة واحدة لو مرات متعددة، نحشها مرة واحدة أو مرات متعددة، شنو؟ لابد نحدد. لأن ليش نحدد؟ شنو السبب؟ لأن اختلاف القيمة السوقية، تختلف القيمة لو ما تختلف، طبعا بالمرة الواحدة تختلف، بالمرة الثانية تختلف، صحيح؟ جيد جيد. مسألة 360، إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشتركا بين اثنين، جيد، جاز أن يتقبل أحدهما حصة صاحبه بعد خرصها. الخرص هو التقييم، يقيمها، يقيمها، مشتركين بألف نخل، 750 نخل. زين، أنا إلي حصة وأنت إلك حصة، الحصة مالتك تتقبلها تشتريها؟ شلون تشتريها؟ تقيمها، شاهدها وتقيمها وتعرف، الفلح يعرفون هاي قد تطلع وكم وزنة وكم طين وما شاكل ذلك. قال جاز أن يتقبل أحدهما، يعني شركاء، حصة صاحبه بعد خرصها بمقدار معين من الثمن. فإذا خرص حصة صاحبه بوزنه، يعني قيمها بوزنه مثلا، أو طنا، يعني ألف كيلو، جاز أن يتقبلها بذلك التقدير، وما يقدر يوزنها سيع النخل. نعم، زادت عليها، ونقول له راح تزيد احتمال، أنت قيمتها بألف كيلو، جوز تنقص 900 جوز تنقص، وجوز تزيد 1100 1200، شنو حكم الزيادة والنقيص؟ قال زادت عليها في الواقع أو نقصت أو ساوتها، كله جائز، ما كله جائز. والظاهر أنه لا فرق بين كون الشركاء اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، ولا بين كون المقدار المتقبل منها بنحو العين، يعني شنو العين؟
يعني متشخص في الخارج اي او كلي في الذمه. كلي في الذمه يعني شريكي له حصه 200 نخله، بس 200 نخله من ضمن 1000 نخله، لان البستان هم الى بعض. شو بالمشاعر؟ احسنت، كلي في الذمه 200 نخله من هاي ال1000 نخله، هاي كلي في الذمه، تصدق على ال 200 الاولى وال 200 الثانيه وال 200 الثالثه، ايش قصدك؟ ولو تلفت الثمرة بدون تفريط، ما عنده تفريط، هو حصلت معركة يمه، حصل مرض معين، حصل كذا، تلفتها الثمرة، فلا ضمان على أي منهما ممن تلف عنده، ما عليه ضمان، لكن الأظهر ها شنو ما عليه ضمان؟ يقدر يمضي المعاملة، لكن الثاني يتسلط على اليمن، فهو باحة وهي موجودة عندك وتلفت، يقول المعاملة ماشية ماكو إشكال، بس الثاني له حق الفسخ، الحق يفسخ، يقول أنا اشتريت ثمرة صحيحة الآن ثمرة تلفت فأنا بطلت. واضح؟ مسألة مهمة جدا، مسألة 361، إذا مر الإنسان بشيء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز أن يأكل، طبعا مو ملكه، مو ملكه، شاف بعض البساتين أنت تفوت عليه تشوف ثمار البرتقال، قبلها كانت تسوي ماتت البساتين كلها راحت، ثمار النخل، ثمار العنب، المهم فيقدر يأكل من عندها أو ما يقدر، هي مو ملكه، يقدر يأكل من عندها أو لا؟ شوف الشارع المقدس قال، وهي مسألة ابتلائية دائما يسألونكم، أنا فتت عليه نخلة فلان أو أبو فلان أو البستان الكذا أقدر أكل؟ قال جاز أن يأكل من ثمره بشرائط نذكر جملتها. شوف شوف الشرائط مهمة، الأول أن لا يكون قاصدا للحصول عليها، يعني هو مو طلع من بيته حتى يحصل على هاي الثمرة، لا بطريقة صدفة شاف، واضح؟ هذا الشرط الأول. أما إذا خرج من بيته قاصدا أن يأكل من هذه الثمرة فلا يجوز، محرم. ثانيا أن لا يكون مفسدا للثمر أو للأغصان أو الشجر، مو ياخذ، شايفهم شلون يسبحون ويشوف هاي، يقوم واحد يقاطف الثاني بيمن بالثمر يفسدها يخربها، هذا محرم، هذا فعل محرم. أو الشجرة، لا هو يأكل ويقطع الأغصان ويخرب الشجرة، يجر الشجرة كلها يجرها، يقوم واحد يضرب الثاني بيها أو حتى يضوج أبو البستان، هذا محرم طبعا، هذا الفعل لا هو يأكل ويمشي ماكو إشكال. أن لا يكون مفسدا للثمر أو للأغصان أو الشجرة. ثالثا أن لا يعلم بكراهة المالك، مرة ومرة، مرة يعلم عند علم ومتيقن بأن مالك هذه الشجرة لا يقبل، ما يقبل، ذيك المرة قال عمي ما أبرد الذمة لكل واحد يأكل من هاي النخلة أو كل واحد يأكل من هذا البستان، هسه احنا نعلم بالكراهة فما يجوز الأكل، ومرة ثانية لا نشك نقول ها يقبل لو ما يقبل، هنا جائز. أن لا يعلم، لا يعلم يعني يحتمل، زين. رابعا أن لا يكون للبستان جدار وباب، ويجي هذا يسلق الجدار ويدخل او يفتح الباب من كيفه ويدخل، يقول ما يجوز، لا اكو بساتين مفتوحه، مفتوحه ما لها لا جدار ولا لها باب. ان لا يكون للبستان جدار وباب مغلق يتوقف الاكل على فتحه، يدخل السياج يفتح الباب، محرم، لا اكو اشجار وبساتين ما لها، ما لها. خامسا ان لا يشبع بطنه، ياكل مقدار قليل ويمشي، مو حد الشبع. ها سادسا ان لا يحمل معه شيئا من الطعام، والله مو اكل وبعدين قام جاب العلاقه وقام يلم يلم سوى له 5 كيلو و6 واخذها لبيته، ما يجوز. قال وان حمل حرم ما حمل ولم يحرم ما اكل، زين هو اكل واخذ بالعلاقه، اللي اكل حلال واللي حمل حرام. سابعا أن لا يعطي غيره منه، لا هو يأكل بنفسه بعد، مو يصير حاتم الطائي
حتى ولو كان طفلا او واجب النفقه. اي هو كل من ياكل النفس بعد، مو يطل ابنه او يطل المواجب النفقه زوجته او بنته او كذا. ثامنا ان لا يتوقف التصرف الزائد في النبات كالصعود على الشجر، لا وهو واقف واضح يخطف وياكل. ان لا يتوقف على التصرف الزائد في النبات كالصعود على الشجر، يصعد نخله يسلق او النخله، بل خصوص ما يمكن قطفه وهو على الارض وهو واقف على لحظه وجوبه. تاسعا ان لا يتوقف على التصرف الزائد في الارض كحفرها ولو قليلا، يحفر الشجره، ومنه اجتثاث الخضر من اصلها، يقطع هاي الخضره يقطعها من اصلها يجرها زين، وان كان ذلك متعارفا للاستفاده منها، ولكنه يخلف حفره في الارض فيحرم، لان هذا التصرف في صاحبه ما يجوز. بعد عاشرا ان يكون من نوع الطعام اللي قطفه، مو يخطف له ورده حتى يشتمها، واضح؟ اكو نباتات تتوقف على الدلك والفرق بالايدين، مو اكل محرم ما يجوز. لا لا هو دخل حتى ياخذ شنو؟ كم تمره، ياخذ مثلا تفاحه، ياخذ برتقال ياكله، بس ما يوصل حد الشبه. قال ان يكون من نوع الطعام دون غيره كقطف الورق، الورد او الاغصان او الورق، سواء ترك هناك او اخذه، مو من نوع الطعام محرم، سواء ترك او اخذ محرم ما يجوز. فضلا عما اذا باعه، يدخل حتى يلم له شنو وردات ووسط بين وبيعهن، ما يجوز. ولم ياذن المالك نعم قبل البيع او بعده، ما عنده اذن من المالك، ولو بقرينه عامه لكونه متعارف سوقيا، فيتصرف بمقدار ما هو المتعارف. فالمهم هو بعد إذا دخل للأكل من الطعام، طعام هذا تمر، برتقال، تفاح، ماكو إشكال. أما إذا كان لا مو من نوع الأكل، شو يريد ياخذ؟ بطنج مو يبيعه، يريد ياخذ ورد يبيعه، يريد ياخذ مثل، ما يجوز هذا، ما يجوز. أي ما يجوز. قال مسألة 362، لا بأس ببيع العرية. العرية شنو؟ لا هو يبيع له بستان كامل إلا نخلة، نخلة واحدة يخليه له البستان زين. فهاي شو يسمونها؟ بيع العرية. البستان ملك لمن؟ لذلك الشخص. وهاي النخلة ها تبقى ملكه، أو بيع البيت ما عدا النخلة، كانت بيوتهم بحدائق واسعة وكذا، فأنا بايع لك هذا البيت كله ما عدا هاي النخلة، بيع العرية يسمونها، واضح؟ قال لا بأس ببيع العرية وهي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره أو لشخص في بستان غيره. أبيعك البيت، هذا بيتي اللي مساحته 400 متر، شوف هاي الحديقة الموجودة بي، بيع عدة أشجار ونخلة، مو؟ فبايع لك البيت كله ما عدا النخلة، هاي ملك لي، تبقى ملك لي. أو أبيعك البستان كله ما عدا النبقة، هاي النبقة، لا النخلة، واضح؟ يقول هذا جائز، ماكو إشكال، لا بأس به. النفي البس يتناسب مع الجواز. قال فيبيعها كلها بتمر من غيرها، سواء كان عينيا أو كليا. هو راح يبيعها، راح يبيعها كلها بيمن بتمر من غيرها، فماكو إشكال. يعني شنو قصدي؟ ابيع هذه النخلة بتمر، بس هذا التمر مين؟ من غيرها، مو من عندها، عندها بستان ثاني مثلا على سبيل المثال، جائز ماكو مشكلة. وأما بيع ثمرتها بالتمر، هذا مزابنة، هذا راح يكون مزابنة، هذا بيع المزابنة، فهو من المزابنة المحرمة. نفس النخلة يبيعها بتمر جائز، أما ثمر النخلة يبيعها بتمر مزابنة، هذا أخذناه سابقا والحمد لله.